طيب بنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات شاهد بيرن سمر. الناس اللي اول مره تتابعني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. ولو عجبتكم افكار النهارده بقى ما تحرمنيش من ايه، من لايك وكومنت. النهارده جايبه لكم موديلات اساس تحفه، حاجات كده مبتكره للمنازل الصغيره. يلا نشوف افكار النهارده بس بعيون سمر، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الفيديو. انا بحب الفيديوهات دي قوي. بصوا السرير والشاشة تطلع منه تحفة. ايش هي خيال يا ناس، ايه الجمال ده؟ حلو قوي. لا وبصوا بينزل تحت السرير ازاي، وده الفكرة التانية. يخشى على الكلب تحفة. السرير اترفع وتحته اتنين كوتين او كنبة، حلو قوي. وبصوا هنا استغلوا في السقف ازاي، حلو قوي الفكره ديت. عندنا تلم كل الكراكيب. وادي جزيمه كمان، الشعرايه دي يعني بصوا لمة الجزم واللعب بتاعت الأطفال والكراكيب وكده. ودي ترابيزة السفرة، الله حلوة. بصوا لمها ازاي وبقى كأنها تابلوه، تلات تابلوهات على الحيطة، حلوة قوي. ايدي كمان ده بوتاجاز. ايش خيال يا ناس، شفتوا حوض؟ وبصوا الحنفيه بتنزل ازاي. ودوت بوتاجاز اتنين عين اللي هو زي بلت ان كده، تحفه تحفه. وبصوا غسلت الاطباق، وتلاجة كمان ميني بار صغير. يعني هي حتة قد كده فيها حوض وبوتاجاز صغير وغسالة اطباق وتلاجة، حلو قوي. بصوا الدولاب طلع ازاي، ومكان للعب كمان. ودي مكتبة، الفكرة دي شفناها قبل كده وكنت منزلها حاجة شبيهة زيها كده في فيديو قبل كده.
بس حلو برضه، يعني ناحية سرير وناحية مكتب. ايه ده، هي ترابيزة، يعني هي ترابيزة السفرة يرفعوها، بصوا بتبقى رفوف ولا كوبايات اتكسرت ولا اطباق وقعت ولا اي حاجة. حلو قوي، وتحسوا اللي هي سلسة كده بتروح ونزول. حلوة، وديت كنبة. بقى السرير دورين، حلوة قوي. تحسوا اللي هي حلوة وشيك كده، شكلها حلو قوي. بصوا جمال ايه ده، يا سلام. بتتفرد كنبة وتتنى، هي تحسوا اكنها سيليكون. بس بصوا لما قعد ضغط عالي، مش اللي هي ايه بتتدفس لتحت كده، حلوة قوي وبتكبر. وهي برضه وادي افكار النهارده، يا رب تكون عجبتكم زي ما عجبتني. انا اكتر افكار عجبتني المطبخ الصغير والشاشه اللي بتطلع من تحت السرير والكنبه الصغيره اللي بتبقى سرير دورين. اغلبيه الافكار عجبتني. اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر افكار عجبتكم. لو عجبتكم افكار النهارده ما تحرمونيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مره تتابعني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد وافكار جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.